وآن الأوان أن نذهب إلى رسول الله. في قلوبنا حب أثمر عند إرادة الاعتداء غيرة، ننتظر الآن أن نذهب إلى رسول الله، إلى ساحته، إلى ميدان متابعته، إلى سنته، إلى الارتباط به منهجا. وإذا ذهبنا إلى ساحة الارتباط بنهجه ودينه وسنته وهديه وأخلاقه ودعوته فسيقبل علينا رسول الله. إي والله، ومن منا لا ينتظر ساعة يقبل فيها على الحوض ليقبل عليه رسول الله هاشا باشا فيسقيه شربة هنيئة لا يضمأ بعدها أبدا. إن أردنا أن نسر قلب سيدنا محمد، فمع الغيرة التي برزت، مع التجاوب من الأمة في المقاطعة التي حصلت، نحن بحاجة أيضا إلى شيء آخر، أن يتحول هذا المعنى إلى حياة. نعم، نحن بحاجة ليس الآن فقط، الآن وغدا وبعد غد، إلى أن نموت، إلى منهج حياة في كل يوم نتعرف إلى رسول الله أكثر. لأنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحيط أحد بأخلاقه وهديه وآدابه وحاله الشريف، لا يوجد أحد يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى. ربما في مجلسنا هذا أو من سيسمع بعد المجلس، من بينه وبين رحمه قطيعة، مهما كان السبب، مهما أساءوا، مهما أجرموا، إن كنا بصدق تحركنا غيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الليلة لا تبت إلا وقد صالحت الرحم. الكل، كل الأمم حتى الذين تجرؤوا عليه هم مضطرون يوم القيامة إلى طلب شفاعته. ما أعظم جهلنا بسيدنا محمد، سامحوني على هذه الكلمة، المتكلم أولكم، ما أعظم وأقبح جهلنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا بعد هذه المرحلة؟ فوالله ما أحب أن محمدا الآن تصيبه شوكه أنني آمن في أهلي على الحياة. اسلبوني، قطعوني، افقعوا عيني، اسلخوا جلدي، عذبوا بما شئتم، لكن لا تصيبه شوكة. إذا جلسنا مع بعضنا البعض، اجعلوا رسول الله حاضرا بيننا في مجالسنا. ما معنى حاضر بيننا؟ أقرب المعاني تناولوا سيرته، اجعلوا حاضر في تناولنا لسيرته. إذا جلسنا بدل القيل والقال، قرأت في الكتاب الفلاني قصة كذا وكذا، سمعت في الشريط الفلاني أن الحبيب صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، واجعلوا محل حوار بينكم، أي اجعلوا مجالسنا تشتغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، تحيا مجالسنا بذكره صلوات ربي وسلامه عليه، لنعرف نتعرف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا أول ما يتعلق بالمعرفة. نحن قلنا أمران، ها، التعرف، وسيأتي أمر آخر، لكن في التعرف هذا أول ما يتعلق بالتعرف. الأمر الثاني الذي يتعلق بالتعرف، التعرف العملي إلى رسول الله. كيف يكون التعرف العملي؟ الإنسان يتكون من جسد، صحيح، ونفس، قلب، روح، عقل. هذا الإنسان جسد، عقل، نفس، قلب، روح، هذا الإنسان. لكل واحد من هذه نصيب من صلتك برسول الله، أحيها فيك، تعرف إلى رسول الله. هل تعرف عينك رسول الله؟ رضي الله عمن أكرمهم الله بصحبته. الله، كم أجد في قلبي حبا لهم رضي الله عنهم. من يستطيع أن ينال منهم أو أن يتجرى عليهم؟ هؤلاء أعين أكرمها الله بالنظر إلى سيدنا محمد وهي مؤمنة به، فجالسته وجالسها. فاتنا ذلك. استأثر الصحابة بهذه المنقبة. طيب، أليس لأعيننا نصيب من رسول الله؟ بلى، هو لهم ولنا، ليس للصحابة وحدهم، وإن تفوقوا بالصحبة هناك نصيب في الدنيا من رسول الله لعينك، ونصيب في الآخرة.
نصيب الآخرة أن تروه، الويل لمن لا يراني يوم القيامة، جاء في الحديث. الله يكرمنا وإياكم برؤيته يا رب يا رب. نصيب العين يوم القيامة أن تنظر إليه، لكن النظرة هناك مرتبطة بنصيبها منه هنا. نصيبها منه هو جعل للعين أحكاما، وجعل للعين آدابا وسمتا وهديا. أما الأحكام هناك أشياء قال حرام تنظر إليها. قال ماذا؟ حرام تنظر إليها. اجعل رسول الله في عينك، لا تنظر إلى شيء لا يرضيه. وهناك أشياء حبب لك النظر إليها، صفحة المصحف، إلى العالم هذا الكون، البحر والأشجار والجبال بالتفكر والتأمل، إلى الوالدين بالتعظيم، إلى العلماء، إلى الصالحين. هذه نظرات يحبها الله عز وجل. هذه نظرات كانت عين رسول الله تنظر بها، ها؟ كانت عينه منشغلة بذلك. هناك أدب ثالث للعين، أول قلنا أحكام ثم أدابها، هناك شيء ثالث كان إذا مشى في الشارع صلى الله عليه وسلم نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، هكذا في نص الشمائل، كان نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء. لماذا؟ تواضعا لله عز وجل. أدب عيني رسول الله إذا مشى نظره هكذا إلى طريقه، احتاج إلى شيء ينظر إليه، ما احتاج إلى شيء، ليس في حاجة إلى استدلال على الطريق أو تفكر في شيء أو شيء يفيد. الأصل أنه يخفض نظره أدبا مع الله عز وجل. كان نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، هذا أدب العين. هناك أدب للأذن، ليس هذا وقت بسطه، لكن هذا توجيه لي ولكم، تذكير لي ولكم، وفينا الأفاضل. هناك أدب للسانه، إيه إيه إيه، كم كذبت ألسنتنا، استغفر الله، كم غتبنا، كم شتمنا، كم نطقنا بما لا يرضي. ما نصيب لساني ولسانكم من رسول الله؟ نحيي صلة ألسنتنا بلسانه، كان لا يقول إلا حقا، يمازح لكن لا يقول إلا حقا. بطوننا لها صلة، كل عضو من أعضائنا ينبغي أن يتعلم أدب العضو الذي يقابله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نصيب أجسادنا من رسول الله في الدنيا. نصيب عقولنا ما الشيء الذي كان يشغل عقله؟ لا بأس، نعم نفكر في أمور المعاش، التخطيط للحياة، هذا أمر تعبدنا الله به بوجه من الأوجه، لكن الكلام هنا ما الأصل الذي يشغل عقولنا؟ ما الشيء الذي يشغل قلوبنا؟ هذا أمر ينبغي أن نتنبه له. كم ساعة تمر علي في اليوم والليلة أفكر في قربي من الله؟ ها؟ في اليوم والليلة، في الأسبوع كم ساعة أفكر في حالي مع الله؟ خي تفكر العقل، قصرت مع الله، أسأت، ازددت قربا من الله أو لم أزدد قربا من الله سبحانه وتعالى؟ هكذا كان عقله صلى الله عليه وسلم، يفكر في زيادة قربه من الله، يفكر في نفع عباد الله، يفكر كيف أنفع الخلائق الذين حواليه. هذا نصيب عقلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصيب روحي من رسول الله، فداه روحي. نصيب أرواحنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولع الأرواح وتعلقها بجناب الحق سبحانه وتعالى. روح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتهيأ في آخر أيام حياته الدنيا، يأتي جبريل فيقول: يا رسول الله، إن ملك الموت على باب بيتك يستأذن، ولم يستأذن أحدا من قبلك، وربك يقول أو ربك يخيرك بين الرفيق الأعلى وبين أن تستمر أن تعيش في هذه الحياة. تقول السيدة عائشة: شعرت أنه جبريل، لأنها الساعة، وشعرت بعلامة، تشعر كانت بحس دخول جبريل على المكان، تشعر بشيء يحصل في المكان. قالت: فرأيت رسول الله يرفع إصبعه سبابته ويقول: بل الرفيق الأعلى. قالت: فعلمت أنه لن يختارنا. اختار من؟ ما معنى اختار الرفيق الأعلى؟ لماذا اختار الرفيق الأعلى؟ شيء اسمه الشوق إلى الله. نصيب أرواحنا من رسول الله إن تعلقت بحبه أن ينشأ في قلوبنا، في أرواحنا، شوق إلى الله. لا أعني به الموت، إذا جاء وقته فنسأل الله حسن الخاتمة، مقبلين فرحين، لكن الشوق إلى الله، إلى القرب من الله، إلى الصلة بالله الذي له ورد من المصحف
وينبغي أن يكون لكلنا ورد من المصحف. عندما يفتح المصحف ما حالة قلبه؟ نعم سيرتل، سيحاول قدر المستطاع يحسن القراءة، لكن أن هناك شوق عند فتح المصحف، شوق إلى الله عز وجل. نصيب أرواحنا من روحه صلى الله عليه وسلم، الروح التي عرج صاحبها بروحه وجسده إلى العالم الأعلى وجاوز سدرة المنتهى وتأخر جبريل عليه السلام. ينبغي أن يكون لأرواحنا تعلق بما تعلق به روحه، حب رسول الله، تعرف في بواطننا. لماذا أفتح هذا الباب؟ لماذا نتكلم الآن في هذا الكلام؟ الذي يحب رسول الله حبا يتجاوز لحظة الحمية فقط إلى حياة نعيشها، أصبحنا أمسينا معنا صلة برسول الله، آداب النبي، أخلاق النبي. آداب النبي هذا في اليوم والليلة، ها الطعام له آداب، الشراب، الخروج، الدخول، اللباس، هذه قد يستهين البعض منا بها، لكنها باب أصلي في الصلة برسول الله، حب رسول الله. لما؟ لأنها تجعلك دائما مع رسول الله، ما من حالة من أحوالك إلا ولرسول الله فيها أدب. فإذا جئت تلبس تذكرت أدب النبي في اللباس. أدب من؟ أدب من؟ أدب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت وأنت تلبس صرت مع من؟ مع النبي. أدب الدخول، أدب الخروج، حتى الخلاء، بيت الراحة الذي يسمى الحمام الآن، كنيف، حتى دخول المسجد، حتى الكلام مع الآخرين هناك أدب لرسول الله. لا يقطعوا على أحد حديثا، استغفر الله كم نقطع على الناس كلامهم، لا يقطعوا على أحد حديثه. جاءت نفسك تريد تقطع، رسول الله كان لا يقطع على أحد حديثه. إذن رسول الله حاضر معي الآن في قلبي، في وجداني، في أدبي. أهمية الآداب أن نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا باب، باب الأخلاق. الآداب في الأمور اليومية، الأخلاق في صلتي بالناس، الموافق والمخالف، الصاحب والعدو، أخلاق رسول الله حتى يكون حيا في قلوبنا حقيقة. أخلاق رسول الله في التعاملات، لا يكذب، لا يسرق، لا يخون الأمانة، أمين مخلص صادق صلى الله عليه وآله وسلم، لطيف مع الناس، لا يطوي عن أحد بشرة. بعض الناس يظنون إذا تدين يكون مكفهر الوجه غضوب، لا، مع أنه كان دائم الأحزان، متواصل العبرات، دائم اسمه طويل الصمت صلى الله عليه وسلم، شوقا إلى الله، حزنا على الأمة، لكن مع ذلك لا يطوي عن أحد بشرة، بشوش الوجه. هذا أدب، خلق مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجازي بالسيئة السيئة، ولكن يغفر ويصفح، هكذا كما ذكر القاضي عياض في كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى، كتاب عظيم فيه حقوق النبي وما ينبغي أن نتصف به. الإمام النبهاني له موسوعة مؤلفات، عدد كبير من المؤلفات تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقرأ فيه. هذه الأخلاق في الصلة بيننا وبين العالم الذي يجلس الآن بجانبي وبجانبك، الأمام، الخلف، صاحب، المسلم، الكافر. أي نعم، لنا أخلاق في التعامل مع الكافر، وإذا لم نعرف أخلاقه في التعامل مع الكافر لن نستطيع أن نؤدي مهمته تجاه الكافر. الكافر المسالم والكافر المحارب، حتى الذي اضطر إلى قتاله بسبب اعتداء أثناء القتال للنبي أخلاق، سبحان الله. حتى وقت القتال، قتال خلال، حتى وقت القتال له أخلاق صلى الله عليه وسلم. نحن نحيي أخلاقه في صلتنا بعضنا البعض. طيب الآن كلام كثير حصل، صحيح؟ الذين معهم ورقة وقلم أكيد سيخرجون بفوائد أكثر ممن لا يكتب، لكن ما المقصود؟ هل من الليلة هذه سأصبح أنا أخلاقي أخلاق النبي، آدابي آداب النبي، سأقرأ كل الكتب؟ لا، هذه رسالة أريد أن أوصلها يا إخواني، أن حياة رسول الله في قلوبنا منهج عمر، يجب أن نعقد مجالس، ينبغي أن نعقد مجالس. يعني حبذا لو إخواني حفظهم الله وهم من أحسن من يتجاوب في الشؤون الإسلامية، توجيه لإخواننا من أئمة المساجد الذين يقرؤون في رياض الصالحين أن يقرأ معها كتاب في السيرة النبوية الشريفة، كمثل الأنوار المحمدية للإمام النبهاني أو ما شابه ذلك، مبسطة يقرأ بعد بعض الأيام في بعض الصلوات بعد الصلاة شيء من سيرته صلى الله عليه وسلم. في البيت أنت الأم، الأولاد اجلسوا اقرأوا شيء من السيرة، خلصتوا الكتاب في الشمائل، وعند ختم الكتاب اعملوا عيد في البيت، فرح يعني في البيت عند ختم كتاب الشمائل، اليوم سنختم كتاب الشمائل، الشيء الذي يحبه الأولاد من الحلويات من الألعاب يأتيهم عند ختم كتاب الشمائل، يأتيهم عند ختم كتاب السيرة، يحيون هذا المعنى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه عمر. وأعمق ما يمكن أن نرتقي به في التعرف إلى رسول الله ثمرة هذا الكلام كله، ثمرة الآداب، الأخلاق، السيرة، الشمائل، الخصائص، الصلاة والسلام عليه، لما نذكرها كثرة الصلاة والسلام عليه، تعرفون كثرة الصلاة والسلام عليه؟
الإمام الحافظ السخاوي في كتابه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع قال أقل الإكثار 300 مرة في اليوم والليل، كثير علينا؟ صعب؟ لو في السيارات مع كل واحد منا مسبحة، في السيارات كل يوم المشاوير التي تكون في السيارة أكثر من 1000 ستأتي بها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في البيت لو جلست ربع ساعة نصف ساعة ستأتي بمئة بمئتين تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10، لكن صلي بحب وبشوق. هذه الأعمال كلها ماذا تثمر؟ تثمر شيء عميق في القلب وهو حقيقة المحبة لرسول الله. يصبح الحب هذا الذي تحرك الآن في قلوبنا عميقا في قلوبنا. لماذا نحتاج أن يكون عميقا؟ هو قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. يا رسول الله أنت محتاج حب؟ عندك نقص في الحب؟ ما حد حبك فتحتاج الأمة؟ رب العالمين أحبه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يحب أحدا من الخلق كما أحبه، فلماذا يحثنا أن نحبه؟ الله أغناه بحبه له، أحبه الصحابة حبا لا يخطر لنا ولا لكم على بال. زيد بن الدثنة كان مصلوبا في خارج حدود الحرم، وقد قطع كفار قريش جسمه قطعة قطعة، قطعوا أصابعه قطعة قطعة، فقعوا عينيه، جدعوا أنفه، سلخوا جلده. اقترب منه أبو سفيان لم يكن قد أسلم، قال يا زيد أناشدك الله تعالى، أتحب أن محمدا الآن مكانك نضرب عنقه وأنك آمن في أهلك أن لو سلمت ويقع بدالك؟ فغضب، فتح عينيه اللتان فوجئتا وهو في غاية الألم، استعاد قوته وقال إليك عني يا أبا سفيان، فوالله ما أحب أن محمدا الآن تصيبه شوكه أنني آمن في أهلي على الحياة. اصلبوني، قطعوني، افقعوا عيني، اسلخوا جلدي، عذبوا بما شئتم، لكن لا تصيبه شوكة. تقتلونه شوكة لا تصيبه. قال ما رأيت أحدا أحب يحب أحدا كحب أصحابي محمد محمدا. هزت قلب أبي سفيان، هو غير محتاج إلى أن نحبه نحن، لكن لماذا قال حتى أكون أحب إليه من نفسه؟ من أجلنا نحن، لأنه إذا وصل حب رسول الله إلى قلوبنا درجة صار فيها أحب إلينا من أنفسنا، لن يكون لهوى أنفسنا غلبة علينا فنعصي رسول الله. الإنسان بسبب هوى النفس منه الغضب، يسب يشتم، ويتذكر يا الله أنا خرجت عن طوري، كيف خالفت هدي رسول الله بالسب والشتم واللعن؟ لماذا غلبت عليك نفسك في وقت الغضب؟ الهوى غلب عليك. لماذا؟ لو كان حب الرسول أقوى من حبك لنفسك ما غلبت عليك نفسك. لهذا نحن بحاجة أن نحبه أكثر من أنفسنا. هذا سبب عملي، كما يقولون هناك أسباب أخرى. أحبه الله سبحانه وتعالى، حبيب الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لنصل إلى عمق هذا الحب. هذا نصف المطلوب لكنه الأساس، لهذا أطلنا فيه. النصف الثاني بالإيجاز، وهذا يحتاج إلى مجالس بعد هذا المجلس، وأيضا الذي مضى يحتاج إلى مجالس التعرف إلى رسول الله. سيكون لنا إن شاء الله عز وجل، وقد استأذننا من إخواننا في الشؤون الإسلامية، سيكون هناك درسا أسبوعيا في أبو ظبي بمشيئة الله تعالى في جامع سعد بن أبي وقاص. عرفتم الجامع؟ الذي لا يعرفه يسأل عنه. إيش اسم المنطقة؟ في الروضة، جامع سعد بن أبي وقاص. سيكون لنا إن شاء الله من الأسبوع القادم مثل هذه الليلة درسا أسبوعيا عنوانه حي في قلوبنا، حتى لا تكون المسألة ردة فعل شهر أو شهرين وغضبنا وصحنا وانتهت. حي في قلوبنا إلى الموت، هذا الذي نحتاج إليه. النصف الثاني أيضا سيكون في مجالس بإذن الله مهمتنا تجاه العالم. من منكم يقبل أن أقول له أننا نحن كنا أحد الأسباب في التجرؤ على رسول الله؟ تقبلون هذا الكلام؟ الذي يقبل يرفع يده، يعني الذي يعترف بهذه الحقيقة. من منا مقتنع بأن كنا أحد الأسباب في التجرؤ على رسول الله؟ الحمد لله، إذن عندنا وعي عالي. من غير مقتنع أننا كنا أحد الأسباب؟ في أحد غير مقتنع؟ ما رأيت يدنا؟ الحمد لله. إذا الذين ما شاركوا أرادوا يسمعوا، تعرفوا لماذا كنا سببا؟ لسببين، بطريقتين. طريقة الأولى، ماذا قدمنا ليعرف العالم رسول الله؟ في الغرب الذي جاءت المشكلة من جهتهم، في 30 سنة الماضية كم مسلم وصل إلى الغرب؟ 1,000,000 مسلم راحوا إلى الغرب؟ 2,000,000؟ 10؟
20 30 40 50 مليون دخلوا الغرب ولو اياما ورجعوا، نستطيع ان نقول ربما 100 مليون. ما عندنا احصائيات لان امه لا تدرس ولا تبحث، بحاجه ان نبحث ان ندرس. لكن هكذا تلقائيا عدد الطلبه اللي راحوا يدرسون، الذين ذهبوا للتجاره ويرجعون، الذين ذهبوا للسياحه، الذين ذهبوا لقله الادب، كم عدد الذين ذهبوا الى هناك، الذين عاشوا هناك واستقروا هناك، الذين استقروا الان في اوروبا وحدها ما بين 17 الى 20 مليون مسلم، في امريكا نحو من 8 مليون مسلم. هذا عدد تقريبي للمسلمين في الغرب، غير الذين يذهبون قد يصلون الى 50 الى 100 مليون مسلم طول السنه، والطيارات تذهب وتاتي. السؤال الذي اطرحه، ما الجهد الذي فعلناه لنعرفهم برسول الله؟ هذا ليس بالتماس عذر لهم، الخطأ الذي ارتكبوه خطأ وجريمة غير مقبولة، لكن ينبغي أن نفهم هذا الأمر. ما الجهد الذي بذلناه في تعريف العالم برسول الله؟ في بلداننا كم من الغربيين؟ كم مدرسين؟ كم مدرسات؟ كم تجار؟ كم موظفين؟ كم خبراء؟ كم سياح؟ نعم فينا من رمى السياح بالقنابل، لكن ما أحد منا فكر يعرف السياح برسول الله. نعم، ما الدور الذي أديناه تجاه العالم ليعرفوا رسول الله؟ ساداتنا الصحابة الكفار الذين عادوا رسول الله وحاربوه عرفوا من حال الصحابة، اهتزت قلوبهم، شعروا أنه رسول الله من أحوال الصحابة الذين حواليه التي ذكرنا طرفا منها. كانوا يقولوا أن أصحاب محمد لا يكذبون، إذا حصل لا إذا قالوا لكم سيفعلون، هؤلاء لا يكذبون. بعد الصحابة في التابعين، حتى في التابعين، تابع التابعين، حتى في القرون الثلاثة ما بعدها، لقرون استمرت الأمة في السلم وفي الحرب، الأعداء يعرفون أننا لا نخلف الوعد. واليوم، اليوم بيننا، إذا أراد واحد منكم أن يوعد الثاني يقول وعد إيش؟ إنجليزي. هذا شيء نثني على الإنجليز فيه أنهم مضبوطين في مواعيدهم، لكن ليش الوعد الإنجليزي هو المضبوط؟ وعد المسلم لم يعد مضبوطا. ها؟ طيب لماذا لم نعرف الناس برسول الله؟ لم نبذل جهده؟ هذا السؤال الثاني، لماذا لم نعرف الناس؟ تعرفون؟ لسببين. السبب الأول، نحن مقصرون نحن في معرفة رسول الله أصلا، كيف نعرف؟ فاقد الشيء لا يعطي. السبب الثاني، أننا لم ندرج في مقاصدنا أن هذا واجب علينا في الشريعة أن نعرف الناس برسول الله. لماذا واجب؟ واجب مش مندوب، واجب على كل مسلم أن يكون له دور في تعريف الناس برسول الله، لأن هذه مهمة الإسلام، جزء منها متعين وجزء منها مندوب ومستحب. الجزء المتعين الذي يرفع به الحرج عنا أمام الله يوم القيامة بأننا قد أدينا الرسالة، بلغناها. ما أديناها، ما بلغناها. إذن نحن بحاجة لنعرف حتى نعرف، بحاجة لنعمل حتى نعرف، نعم، حتى يكون سلوكنا أيضا تعريف برسول الله، أخلاقنا تعريف برسول الله. هذا تقصير. تعرفون التقصير الثاني، مشكلة أكبر، ما أدري هل يوجد منا من يضيق من أن نذكر الأخطاء اللي من جهتنا؟ الكثير منا يريد فقط نذكر أخطاء غير، إلا غلطانين فعلوا تركوا. طيب عارفين أنهم غلطانين، لكنك يوم القيامة قبل كل شيء تتسأل عن غلطك أنت. هذا واحد. اثنين، في الدنيا أنت مهزوم بسبب غلطك ليس بسبب غلطهم. كان هناك من يخطئ على من قبلنا، بس ما كانوا يهزمونهم، ما كانوا ينتصرون عليهم. لماذا الذين يخطئون في حقنا اليوم ينتصرون علينا؟ لأن هناك أخطاء عندنا نحن ما فكرنا كيف نعالجها. تعالوا نعود إلى أنفسنا. الخطأ الثاني، أستطيع أن أسميها جريمة الجرائم، أننا لسنا فقط لم نعرف برسول الله يا إخواني، نحن عرفنا خطأ برسول الله، شوهنا. نحن نرى أنها جريمة قبيحة تستحق أكثر من الموقف الذي وقفناه، قضية الرسوم الكاريكاتورية التي كتبت جريمة شنيعة. لكن أظن يا إخواني، سامحوني في هذه الكلمة، أن ما نرتكبه من تشويه لفهم الناس لرسول الله اليوم في العالم أشنع من الرسومات التي كتبت، لسببين. السبب الأول، نحن أمته، أولئك ليسوا من أمته. السبب الثاني، أنه تشويه عملي في مقاطعة من مقاطعات بلجيكا،
بلجيكا تعرفون نسبة المسلمين فيها 4%، ذكرت هذا في دروس ماضية. نسبة المسلمين في بلجيكا 4.5 تقريبا في المئة. في مقاطعة من مقاطعات بلجيكا نسبة المسجونين من المسلمين 84%، والباقي من غير المسلمين. يعني نسبة الذين في السجن 84% مسلمين، والباقي 16% غير مسلمين، بينما الموجودين في الواقع 4.5%، 5%. لا، ليست قضية الإرهاب، هذا الكلام قبل 11 سبتمبر. سجن جنائي، مخدرات، سرقة، مخالفات قانونية، أقلها قطع إشارة، أعلاها قتل. شوهنا ولا منشوه؟ عندما يأتي الذين يأتون من الخارج، شباب، أنا أرى الحمد لله أمامي شباب الله يبارك فيهم في الجامعات وفي المدارس، منكم من له مدرس من غير المسلمين، ومنكن من لها مدرسة من غير المسلمين. صدقيني، عندما تكذبين عليها في مسألة من المسائل المتعلقة بدراستك، أنت تشوهين فهمها لرسول الله. عندما تكون كسلانا ومهملا، عندما تتلفظ بلفظة استهزاء بمدرسك، أنت تشوه فهمه لرسول الله. اليوم الولد لما يغلط يقولون أهله إيش؟ أهله ما ربوه، صح؟ فلان أنت ما ربوك أهلك؟ لما يروه يغلط ولا لا؟ كأن لسان العالم يقول أن نبيكم ما رباكم؟ ما أدري هل وصل المقصود يا إخواني؟ نحن ارتكبنا جريمة شنيعة في الكذب، في الغش، في المغالطة، في قبح الأخلاق، في المعاملة مع الآخرين. عندما يأتي إعلام مغرب يريد أن يشوه صورة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أذهان الناس، أن يفهم الناس خلاف الواقع، سينجح عندما يكون هناك تقصير من عندنا، ولن ينجح إذا لم يكن هناك تقصير من عندنا. لما قال أحد الأنصار لأمية إن رسول الله قد أخبرني أنك ستقتل، سال البول منه أكرمكم الله، لم يتمالك نفسه من شدة الخوف وأخذ يرتجف، فقال أبو جهل مالك؟ قال أنه يقول أن محمدا يقول أني سأقتل، قال أن محمدا كذاب. التفت إلى أبي جهل قال أنا وأنت نعرف أنه لا يكذب، هم يقولون عليه كذاب وحشاف أمام الناس ويصيحون، لكن في قرارة أنفسهم ماذا؟ صادق الأمين. صدقوني يا إخوان، مهما حاول الآخرون أن يشوهوا ديننا أو الكلام عن نبينا ونكون نحن على صحة استقامة على هدية، لن يصدقهم أحد. تعرفون أن نسبة المسلمين في فرنسا تصل إلى 10% تقريبا، يعني العشر 9.5% إلى 10%، يعني أمام كل مسلم كم فرنسي؟ ها؟ 19 فرنسيين. صعب أن مسلم لو كان مستقيما صادقا أن يقنع 9 أو 10 فرنسيين أن الكلام الذي يقال عليهم على المسلمين كذب. الجار اللي من هنا والجار الذي من هنا والذي من هنا يرون أخلاقه، هؤلاء كم؟ 3 بيوت، البيت الواحد على الأقل فيه 3، صار كم العدد؟ 9 جيرانه فقط بالأخلاق، بحسن المعامل. أضف إليه زملائه في الدراسة وفي العمل، أضف إليه شركائه الذين يتعامل معهم. قصرنا أو ما قصرنا؟ نحن جزء من المشكلة؟ جزء من المشكلة. قصرنا في التعريف برسول الله. المطلوب أن نصدق مع الله عز وجل في اعتذارنا إلى رسول الله، اعتذار في قلوبنا في أنفسنا، واعتذار عملي في حياتنا. دعونا ربع دقيقة الآن في صمت هكذا نستشعر أن نعتذر إلى رسول الله بقلوبنا. ما معنى نعتذر إلى رسول الله بقلوبنا؟ أي إلى منزلة رسول الله منا في قلوبنا. قصرنا وما قصرنا يا أخوان؟ هذا الذي ربط الحجرين على بطنه، هذا الذي ضرب حتى سال الدم لتبلغ إلينا كلمة الله، هذا الذي جاع أهل بيته، هذا الذي سال دمه، هذا الذي خنق حتى جحظت عيناه، هذا الذي خرج مهاجرا من بلد إلى بلد، هذا الذي وهو في أعلى مراتب القرب من الله وقد جاوز سدرة المنتهى لم ينسى الصالحين من أمته حبا لهم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا الذي في يوم القيامة يقول لا أسألك فاطمة ابنتي ولا العباس عمي ولا صفية عمتي ولكن أمتي أمتي، هذا الذي حملنا الأمانة، هذا الذي وقف صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع وأمامه ما يزيد عن 120,000 وهو يقول لهم ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيقول اللهم فاشهد. حملنا وإياكم أمانة هذا البلاغ. هذا الذي قال
إن مثلي ومثلكم مثل رجل استوجد نارا مثل رجل استوجد نارا فأخذت الفراش والجنادب تتهاوى إليها وهو يذبها وهي تهوي في النار فأنا آخذ بحجزكم من النار. هذا الذي ورد في الحديث الصحيح أنه وهو في الجنة بعد الشفاعة ودخول أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، بعد دخوله الجنة ينظر فيرى طوائف من أمته لا تزال في النار بسبب سوء فعلها، فيسجد مرة أخرى تحت العرش فينادى يا محمد ارفع رأسك سل تعطش فاعتشفع، فيقول يا ربي بقية من أمتي في النار، أنت بلغت الرسالة أديت الأمانة لحقت بالرفيق الأعلى ما شغلك بنا، قال قلبي معلق بنجاتكم أحبكم، حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، أما حياتي فتحدثون ويحدث لكم وأما مماتي فتعرض علي أعمالكم، فمن ما كان منها خيرا حمدت الله عليه وما كان غير ذلك استغفرت الله لكم. بأبي أنت وأمي استفقر أن يقول على أعمالنا حتى أنها شر، حتى أعمالنا الشريرة، قالوا ما كان غير ذلك استغفرت الله تعالى لكم، ثقيل على خاطره أن يذكر شرا في أعمالنا، فكيف نحن نواجهه بشر أعمالنا؟ يا رب بقية من أمتي في النار، يقول اذهب يا محمد وأخرج منها من كان في قلبه مثقال كذا وكذا من إيمان، فيقبل على النار فتنزوي النار أمامه، فيقول أمر الله أن يخرج منك من كان في قلبه كذا وكذا، فيبقى أقوام إيمانهم أقل من حتى أقل من مثقال من الإيمان، يسجد مرة أخرى. طيب يا رسول الله أديت الذي عليك، لا أنا أحبكم حريص عليكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، يسجد الثانية والثالثة والرابعة حتى تضج النار فتقول يا ربي ما ترك لي محمد من أمته نصيبا، فيقول الله يا محمد اذهب لأنه المرضي عند ربي ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام الله ولا يرضى محمد واحد من أمته في النار، فيذهب ويسجد يقول الله عز وجل اذهب وأخرج منها من قال مرة في عمره لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، فيخرج آخر من بقي من الأمة من النار، هذا صلى الله هو صلى الله عليه وسلم. نحن بحاجة أن نعتذر عليه إليه، دعونا ربع دقيقة نستشعر هذا المعنى في قلوبنا، لا لشيء لكن لنخرجه معنا، لا تكون انفعالة مجلس تنتهي، استشعروا هذا المعنى الذي قدم هذا كله وسيقدم، كيف قصرنا نحن في إبلاغ هذه الرسالة الناصعة بل كيف شوهناها أمام الناس. أطلب منكم ربع دقيقة أخرى بعد استشعارنا هذا هذا الإساءة، في الربع الدقيقة المقبلة استشعروا قليل في قلوبكم أني وأنتم نريد أن نفد عليه يوم القيامة، نريد أن نراه، تريدون أن تروه يا الله أكرمنا، لكن إخواني حتى لو أكرمنا الله برؤيته يوم القيامة وقال طيب بذنوبكم أكرمتكم اذهبوا ورأوا انظروا إليه، بأي وجه سنقبل عليه؟ أنت من أجلنا من أجل هذه الدعوة من أجل أن ننجو ونكون مسلمين جعت وربطت الحجرين على بطنك وضربت وسال الدم منك ودخلت حلقات المغفر في لحمك الشريف وامتلأ وجهك بدمك الطاهر كسرت رباعيتك من أجلنا، نحن ماذا فعلنا؟ الصلاة التي عرج بك إلى العالم الأعلى من أجلها كم نضيع منها؟ الأخلاق التي خلفتها فينا كم راعينا منها؟ الآداب ما المقابل؟ لحظة نزقة هوى من أنفسنا؟ شيء من مال نناله أو صفقة نضيع بها الالتزام بشريعتك؟ رتبة نريدها أو وظيفة نكذب أو نغش أو نخون؟ منافسة على فتاة الدنيا نؤذي غيرنا بغير وجه حق؟ نحسد؟ الله طيب دعوتك مهمتك رسالتك كم أدينا من واجب تجاهها؟ غدا إذا وردنا عليه وأسأل الله أن نرد لكن بأي وجه، استحضروا هذا المعنى ربع دقيقة يا إخواني، كيف سنرد عليه يوم القيامة؟ ما نقول له؟
معذرة رسول الله. هذه هي المحاضرة. ماذا يريد كل منكم في انتهائها؟ انتهت المحاضرة. حي في قلوبنا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أحيي في قلوبنا أنوار محبته. اللهم أحيي في قلوبنا أنوار متابعته. اللهم أحيي في قلوبنا أنوار نصرته. اللهم أحيي في قلوبنا أنوار تعظيمه. اللهم أحيي في قلوبنا أنوار الخدمة لدينه. اللهم أحيي في قلوبنا أنوار دعوته. اللهم أحيي في قلوبنا أنوار مواصلة هديه. اللهم أحيي في قلوبنا أنوار أداء أمانته. اللهم أحيي في قلوبنا حسن الإقبال على معانقة دينه. اللهم أحيي في قلوبنا الثبات على ما كان عليه. اللهم أحيي في قلوبنا الوفاء بالعهد الذي بيننا وبينه. اللهم أحيي في قلوبنا التهيؤ لمقابلته. اللهم أحيي في قلوبنا صدق خدمته. يا الله يا الله، اللهم اغفر ذنوبنا التي مضت، وتحمل عنا تبعاتنا، وافطم قلوبنا عن محبة الذنوب أو أنفسنا عن التعلق بالمخالفات. اللهم حل عقدة الإصرار عن قلوبنا. اللهم ردنا والمسلمين إليك مردا جميلا. اللهم تب علينا توبة نصوحة، طهرنا بها جسما وقلبا وروحا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ما بقي من أعمارنا فإنا نتوجه إليك ونسألك ونرجوك ونتضرع إليك بأن تعمرها بحسن خدمة هذا الحبيب. اللهم اعمر أعمارنا بخدمة هذا الحبيب. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا وأقوالنا وأفعالنا وخطرات قلوبنا كمال متابعة لحضرته. يا الله، مضت من أعمارنا أوقات وأيام وليالي قد خالفنا فيها هديه، وتنكبنا عن مسيرته، وإنا إذ نشكو إليك إنما نشكو أنفسنا، وليس لنا رب غيرك فنشكو إليه أو نرجع إليه. يا الله، نسألك أن تغفر ما مضى في أعمارنا من إساءة أو تقصير أو تجرؤ أو عدم إحسان في الإقبال عليك وحسن الأخذ بهدي نبيك. اللهم كل ما كان من كلامنا، كل كلمة صدرت عن أحد منا أو حركة أو نظرة أو تصرف أوصل فهما سيئا عن هذا الدين وعن هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى أحد من أهل الأرض، فإنا نبرأ إليك من ذلك ونستغفر إليك منه ونتوب ونسألك أن تردنا مردا جميلا. اللهم وفقنا فيما بقي من أعمارنا لنصرة هذا الحبيب. يا الله، يا من أحييت في أمته نور محبته، يا من حركت الهمم في نصرته، يا من جمعت القلوب على نصرته، يا من أنهضت الهمم إلى نصرته، أنجز لنا من لدنك نصرا على أنفسنا ننصر به نبينا ما بقينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب كل عمل صالح يقربنا إليك، برحمتك يا أرحم الراحمين. من كان مقصرا منا في الواجبات فتدارك تقصيره، من كان منا مسيئا إلى غيره فاغفر له وألهمه أن يرد المظالم إلى أهلها، وألهم من أسانا إليهم أن يعفو عنا ويسامحونا حتى لا يأخذوا من حسناتنا أو تسود وجوهنا والعياذ بك. اللهم وإنا نسألك توفيق من ساعتنا هذه لحسن الوفاء بالعهد. اللهم إنك أكرمتنا بلحيظات صدق في الإقبال عليك ولحيظات صدق في مواجهة صلة قلوبنا بنبيك، نسألك أن تجعلها لحيظات إحياء لنور نبيك في قلوبنا حتى تبقى فينا إلى أن نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اجعل أحوالنا كلها دلالة عليك وعلى نبيك. اللهم اجعل صلتنا بالخلق نشرا لنور نبيك وهديه وأخلاقه. اللهم وإذا جاءت ساعة مفارقة الدنيا فحسن خاتمة بنور في قلوبنا ووجوهنا، وإذا جاء يوم القيامة وتبرأ منا الآباء والأمهات ونفر منا الأصحاب والإخوان والأخلاء،
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فنسألك أن تجعلنا وإخواننا وأخلاءنا والمسلمين من المتقين. إذا تبرأ الأهل والأصحاب والأمهات والآباء والأصحاب فنسألك اللهم أن تكرمنا بحسن مقابلة للذي يقول أمتي أمتي. اللهم لا تحرمنا في الدنيا محبته ونصرته وخدمته حتى لا تحرمنا يوم القيامة حسن الاجتماع عليه. إذا وردت الأمة على حضرته وهو على حوضه الشريف يسقي الناس ووجهه كطلعة البدر بل أسنى وأضواء. أكرمنا بإقبالة ننظر بها إلى وجهه الشريف الطاهر، شربة هنيئة وشربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. الماء ماء الكوثر في الحوض عذب وأعذب منه يد محمد التي تسقي. سيدنا وسيد آبائنا اللهم إنا نسألك حسن الورود عليه. اللهم وإذا أكرمت قلوبا في هذه الدنيا برؤيته مناما فلا تحرمنا من هذا الخير، واجعلنا يا مولانا ممن يحيون على دوام الصلة به ويموتون على ذلك ويحشرون عليه. وإذا سكن أهل الجنة في الجنة ففي أعلى فراديسها جيران محمد يا الله، جيران سيدي رسول الله، أكرمنا بذلك يا الله. اللهم اجعل هذه الحادثة حادثة انتهاضة للأمة تقوم بها إلى حسن التعرف إلى نبيها وعلى نبيها وتعريف الكون به يا رب العالمين. اللهم ومن صدرت منهم هذه الإساءة إن كان فيهم من سبقت له منك سابقة عناية فعجل بهدايته وتوبته وإسلامه، ومن لم فاكفنا إياهم بما شئت يا رب العالمين، وألهم المسلمين الرشد يا أكرم الأكرمين، واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحقائقها متحققين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجزي اللهم عنا خير الجزاء من كانوا سببا في هذا الجمع. بارك اللهم في هذه البلاد وابسط فيها بسط النور والأمن والإيمان والهدى والتقوى والرشاد، وجنبها وأهلها وسائر المسلمين وبلدان المسلمين أسباب الأذى والبلاء والفتن والمحن والحروب والمعاصي والأنكاد، ووفق من وليتهم أمر هذه البلاد إلى طاعتك وحسن القيام بخدمة دينك، وأعنهم على ذلك بتمكين من لدنك وسائر أولياء المسلمين، واجمع شمل علماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمع شمل علماء المسلمين ووحد صفوفهم، وانزع من القلوب محبة الدنيا والهوى، واجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إخواني، أبشركم بأن جماعة من علماء هذه الأمة من مختلف مذاهبها السنية وغير السنية قد اجتمعوا من كبار علمائها ودعاتها على بيان فيه صياغة لما ينبغي أن يكون عليه فهمنا لموقفنا في هذه المرحلة، وفيه خطاب أيضا لغيرنا لمن له صلة بغير المسلمين يستطيع من خلاله أن يفهم غير المسلمين ما هي هذه القضية. البيان يصدر إن شاء الله غدا أو بعد غد، فيه كبار علماء المسلمين، مفتي مصر ومفتي سوريا ومفتي لبنان ومفتي القدس ومفتي الأردن ومفتي عمان وعدد من إخواننا الشيعة، فيه عدد من كبار العلماء كالشيخ محمد سعيد رمضان البوطي والشيخ عبد الله بن بيا، فيه عدد من إخواننا الدعاء الذين أجر الله على أيديهم الخير كأخي الأستاذ عمر خالد والدكتور طارق سويدان والشيخ حمزة يوسف هانسون وعدد من كبار الدعاء في العالم الإسلامي. هذا البيان فيه خلاصة المطلوب منا على الصعيدين، على صعيد تعرفنا نحن كيف نفهم مهمتنا وموقفنا، وعلى صعيد صلتنا بالآخرين كيف نفهمهم لماذا كانت هذه غضبتنا. أسأل الله لنا ولكم كمال التوفيق، سينشر إن شاء الله في وسائل الإعلام، انشروه في من حواليكم، ستنشر ترجمات له، انشروها في من حواليكم، تكلموا فيه، ناقشوا العلماء فيه، لنصل إن شاء الله إلى ما فيه الخير، والحمد لله رب العالمين. سامحونا على الإطالة. هو الله حرف قلوبنا رسول الله يا حبيب الله.